اليوم زرت الطبيب شاكيا ضغطا في الدماغ من شدة التوتر، فكانت النصيحة: لكي تعيش هذه الحياة عليك أن تتعايش وتتكيف مع جموحها وجنوحها، مع جنونها وهدوئها، مع جمالها وبشاعتها، مع عدلها وظلمها، بياضها وسوادها، مع أعاصيرها ونسائبها. لكي تعيش عليك أن تتجاهل وتنسى أو تتناسى، بل عليك أحياناً أن تتغابى، لأن الفهم يمكن أن يشكل ضغطاً على أعصابك وخطراً على حياتك. عليك أن تتوقع الأسوأ وتفرح بالممكن وتقتنع بما هو مكتوب لك وتتقبل ما تفعله الحياة بك، لأنه بكل بساطة مصيرك وقدرك. حتى تعيش هذه الحياة لا تأخذها كثيراً على محمل الجد، فأنت في مطلق الأحوال لن تخرج منها